أول حاجة أخوتي، والله يجزيكم بخير، ترحموا على أخوتنا اللي في ليبيا اللي توما مسكنطح عليهم هذا القدر هذا ديال الإعصار والفيضانات اللي دات بزاف ديال الأرواح. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويعاوننا ويعاونهم على هذا البلاء. اللهم نداء استغاثة، طيارة راهي محصلين، السكان حاصلين، ما عادش يقدروا حتى يطلعوا. يهو افزعوا يهو، افزعوا يهو، والعرب قطعت يهو. عدنا السيارة، يعوض الله. مقريب تغرق بكل والله. الله المستعان، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. دعواتكم يا أخوتنا المنطقة البياضة. يا شكلاطة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا نهار النهار. إذا متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نقف الآن حاليا على وادي درنة، مجرى وادي درنة. هذا الوادي اللي يعتبر من العلامات المميزة في مدينة درنة. لأول مرة بعد سنوات عديدة هذا الوادي زي ما تشاهدوا يأتي ممتلئ بالكامل بعمق قريب 10 متر كما يقال، وباتساع أكثر من 50 متر. كمية مياه تتدفق بالكامل. هذا مشهد نستطيع أن نقول قليلا ما يتكرر في هذه المدينة بالذات وبسنوات عديدة. نتمنى السلامة للجميع. كما قيل لنا هذه المياه المتدفقة جرفت العديد من الأشجار، وهناك بعض الآليات. نتمنى السلامة للجميع. زي ما تشاهد صحابة مسجد صحابة رسول الله الآن يتضح لديكم، كذلك هنا نتوسط وسط المدينة بالكامل. كمية المياه المتدفقة ربما تنقل الصورة أكثر. كمية المياه المتدفقة كبيرة جدا جدا جدا. كما تسمعون صوت هذه الأصوات المدوية لهذه المياه تتدفق من أعلى الوادي إلى أن تصل إلى الوسط. أنا يمكن أن أقف الآن وسط الوادي عند كوبري أو جسر الصحابة.
سوف ننتقل لمكان آخر، ولكن خلونا مع بعضنا نشوف هذا المشهد الذي قليلا ما يتكرر في هذه المدينة. يا رب يا رب طبك يا رب عالم تعال مات الهلال الاعمار يا جماعة الانقاذ يا رب يا جماعة غرقوا جماعة عياط عائلات غرقن عائلات غرقن يا هو لا اله الا الله طبك يا رب طبك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وانتهت المهمة بسلام الحمد لله. واحد الفرحة كتحسوا بها راها فرحة لا توصف والله القسم البنت. في حاجة كتحسوا بها من داخل والله العظيم ما غيحس بهذا الإحساس اللي جربوا عييت والحمد لله أحسن حاجة في الدنيا هي هذه. يلا البنات أنا نطلع الدار.